الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السؤال الأول يقول: من يذبح له بهيمة ويشرب من دمها مباشرة و بحجة أن هذا من العلاج، ما حكم ذلك؟ أولا، الدم يا أخواننا الذي يخرج من البهيمة في حالة الذبح، اللي بيخرج مباشرة من البهيمة، هذا يسمى بالدم المسفوح. والدم المسفوح هذا من أنجس أنواع الدماء، ولا يجوز أبدا أن يشرب هذا الدم، لأنه دم نجس، ومحرم أكله ومحرم شرابه إلى آخره، فما بجوز شرابه. وإذا اعتقد الإنسان أن هذا من العلاج، دي كمان مصيبة ثانية، لأن العلاج لا يكون بالحرام. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. شوف أي مرض موجود الآن، يقول لك سرطان ما عنده دواء، لا عنده الدواء فيه، لكن قال: علمه من علمه وجهله من جهله. وأي مرض عنده علاج، لكن العلاج ده قد تكون أنت بتعرفه، الناس توصلوا لمعرفة العلاج، أو الناس ما توصلوا لذلك. المهم، قال: فإن الله لم يجعل دواء أمتي، أو كما قال فيما حرم عليها. يعني هسه في ناس بيقول لك العلاج يكون بالخمرة، يقول لك طبعا الزول ما بيبقى كويس إلا تسقيه خمرة، لا، ما في علاج بالخمرة، الخمرة حرام، ما في علاج بالحرام. في ناس يقول لك العلاج يكون بالتبغ، التنباك، يقول لك أنا لو ما صفيت ما برتاح كله. ليه؟ يقول لك ده دواء علاج، لا، ما في دواء بالحرام، التنباك حرام، الخمرة حرام، الموسيقى، في ناس بيكون عندهم مشاكل نفسية، يمشي يودوه هناك للمحلة بتاعت المستشفى النفسي، يقول لك ده لابد يشغلوا له موسيقى، لو ما سمع ودى اللمين ما بنوم، موسيقى. العلاج ما بكون بالحرام ابدا، فهمتني؟ على اي حال، الدم المسفوح دم نجس وحرام، وما يجوز للانسان انه يشرب الدم الحرام. قال: كل الجماعات قال كل الجماعات قال المسلمة في الشرك، فما هو الطريق المستقيم؟ ما أعرف الجملة دي تركيبها كيف. على أي حال، الجماعات الموجودة في الساحة الآن حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن زمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفترغ أمتي، ترى هالأمة دي، أمتنا دي ذاتها، قال: تفترق إلى 73 فرقة. الحديث صحيح، ما هو الإمام أحمد والترمذي، من حديث عبد الله ابن عمرو، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس وجماعة. المهم، قال: تفترق أمتي إلى 73 فرقة. دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة افترقت، أو أمة الإجابة تفترق. سمانية بهنا، وبرهانية، وحزب تحرير، وإخوان مسلمون، وغيرا من الفرق الموجودة الآن. قال: 73 فرقة كلها في النار، الفرق دي في النار كلها، قال: إلا واحدة. والفرقة الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام ما سماها باسم من الأسماء، عشان أنت تمشي تفتش تقول لي الواحدة دي اسمها شنو؟ كاسم النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه، لكن جعل لك لها ميزان وصفة تعرفها بها. قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني لما تلقى أنت ناس، أي جماعة ولو كانوا أفراد معينين، لكن في عبادتهم وفي عقيدتهم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، في العبادة وفي العقيدة والمنهج على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ده من الفرقة الناجية، من الجماعة الناجية
وأما البقية كلهم من الفرق المنحرفة. طيب السؤال الثاني بيقول وما هو الطريق الذي أنتم فيه؟ والله إن الطريق اللي بنعرفه هو طريق أهل السنة والجماعة اللي تكلمت لك عنه، طريق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وعلماء الأمة قاطبة، ده الطريق الحق. أما أنت لو قاعد لك في طريقة صوفية فارقة أخوي، كلمك النصيحة فارقة ساي، أوعى تقعد معهم. الطريقة الصوفية دي جابة من أنت؟ قال جاب النبي، ما هو ده دين جابه الشيخ، عقيدة جاب الشيخ، يحلم بالليل ولا صاحي ولا نايم ما محروف، في النهاية بيطلع بيجيب لك طريقة. أنت دين اللي عرفك إنها بتدخل الجنة، هل بيضمن لك مناسبة؟ أنت بتقدر تضمن إنه هذه الطريقة بتدخل الجنة؟ نحن بنعرفوا المنهج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده بيدخل الجنة. عديل ده بيدخلك الجنة، وأي منهج ثاني يدخلك النار. الدليل شنو؟ قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني الطريق ده بوصلك التقوى، وصلت التقوى دخلت الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. خلاص بقيت متقي تخش الجنة. ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمنه للمتقين. شان تتقي تكون تبع النبي عليه الصلاة والسلام، شان تكون متقي لابد تفارق الجماعات الضالة كلها تفارقك، وبعد تقول لي لا أنا ما بخليها وما بقدر ومما أقوم من الجنة أهلنا عليها، أوعد تقول كلام زي ده. ليه؟ لأنه ربنا حكى عن الكفار الزمان قالوا ما بنا فارق الطريق لأنه طريق أبواتنا. فهمت؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ضد الروم بقوم عواتهم وأبواتهم في الشرك، بقوم عام في الشرك فضاعوا كلهم. طيب السائل بيقول ما حكم الدجالين الذين يقيمون حلقات في السوق ويجمعون النساء والرجال بحجة أنهم يعالجون الناس من السحر في الوقت الذي فيه هم أنفسهم يتعاملون بالسحر، وإحدى ادعاءاتهم بأن جبريل عليه السلام قد نزل في ساحة في ساحته، قال أمثال المهدي ولا منو المدعو بشرى في سوق ستة. طيب أولا بشرى ده تكلمنا عنه كثير، الزول ده زول دجال وبيدعي إنه بيعالج الناس بالسحر وبيعمل له حلقة بتلقاها الصباحية بتلموا فيها الحريم ورجال، المهم مجموعة من البشر بتلموا في الحلقة بتاعته دي، وهو بيزعم إنه بيعالج الناس من السحر. مرات بيقرأ قرآن، مرات بيقول له كلام كده من راسه. فهمت؟ في ناس بيجوا بيقعوا في الأرض ويستحضروا، ناس يغمروا وكده ويمثلوا، دي كلها عبارة عن مسرحية وتعامل بتاع دجالين. فهمت كلامي؟ ليه؟ لأن العلاج المعروف علاج السحر معروف بالقرآن وبالأدعية النبوية والأدعية الطيبة، ده العلاج. أما أي زول مما تلقى عنده أوراق مكتوب فيها كلام مفهوم، فهمت كلامي؟ أو يجيب لك موية عامل فيها شيء جوه في الموية دي، فهمتني؟ أو استعمل أي لغة بتاع الشياطين، يعني أسماء بتاع الشياطين، فهمت كلامي؟ ده يبقى دجال مساحر. والعلاج النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن سورة الفاتحة، ده ما داير أول حاجة تجي لبشرى في الشمس تكون قاعدة الصباحية كلها، ولا داير حريم يتلم لمن بيجاي. فهمت؟ العلاج أنت بتعالج براك مش نفسك، أنت حصل لك سحر ولا عين ولا شيء كويس، أرقي نفسك. سورة الفاتحة ما حافظة الفاتحة، بس بالفاتحة أنت بترقي نفسك. المعوذتين، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، أوائل سورة آل عمران، أقرأ سورة الدخان، أقرأ أي شيء من القرآن، أي حاجة من القرآن أقرأ، بس ما في مشكلة، ربنا بيشفيك بالقرآن. تمام؟ ما بيحتاج تمشي لدجال، خليك من بشرى ده. الجماعة الفاتحين لك محلات ديل
تلقى فاتح عليك يقول لك التبيان علاج بالقرآن، الفرغان علاج بالقرآن، شنو ما عارف. ديل ذاتهم كثير منهم دجالين، يقول لك علاج بالقرآن تمش، فهمت؟ تلقى جوا في حاجات في أوراق بتدق ليك حاجات غريبة جدا. العلاج يا أخواننا أفضل علاج، تقرأ لنفسك براك، مرتك أصابت حاجة تقرأ هي على نفسها براها. طيب إذا الإنسان ما قدر يقرأ على نفسه، ما قدر، المرض اشتد به، ما يقدر يقرأ القرآن، تعب شديد، في الحالة دي الإنسان ممكن يقرأ على أخوه، أنت تقرأ عليه، أو هو يطلب الرقية، ممكن يطلبها، وإن كان بتفوت عليه الفضل بتاع دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن يطلب الرقية، والرقية الشرعية. وما تمشي لذول ويقول لك ده أخصائي، أخصائي بتاع شنو؟ شنو أخصائي؟ الناس عملها تخصصات يا ناس، ما في تخصص. الرقية ابن تيمية قال دعاء، الدعاء ده كمان في أخصائي بتاع دعاء؟ الدعاء عشان يكون مستجاب أبلغ ما يستجاب به الدعاء من المضطر. ربنا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه. طيب المضطر الزول الفاتح له محل وبياكل منه قروش، ولا المضطر انت العيان؟ المضطر منه انت المريض، فدعاك انت اقرب للاجابه من دعاء الزول اللي بتمشي له ده. دي نمره واحد. اثنين، من اهلك بيكونوا مضطرين اكثر من غيرهم، عشان كده انت اصابك اي الم قدرت ترقي لنفسك ده الافضل والاولى، ما قدرت اي زول من قرابتك اعرف اقرا القران، اقرا عليك والقران بيعالجك، لانه ربنا قال فيه شفاء للناس بالقران. بعد ذاك ممكن تستعمل الادويه التجريبيه، العسل فيه شفاء كما قال ربنا في القران، تستعمل اي شيء من الاشياء التجريبيه، اعشاب معينه ما فيها مانع. لكن اوعى تجي للدجال البجايده هنا، اوعى تجي للدجال البجايده، والله اذا يورطك يدخل فيك مرض تبقى في الدحين لك ثاني. قال ما هو المهدي المنتظر؟ هل هو المهدي الذي حرر السودان من الانجليز؟ لا ده ما ياهو، ده ما ياهو ولا اي حاجه. المهدي المنتظر ياتي قرب قيام الساعه، وهو من علامات الساعه الكبرى ظهور المهدي المنتظر. وفي عهد المهدي يطهر الأرض وتملأ ويملأ الأرض عدلا ويحكم في ذاك الوقت، واسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. اسم هدينا ده من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما منا. بعدين اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين المهدي لما يكون موجود ينزل عيسى ابن مريم والمهدي موجود، ولما ينزل عيسى ابن مريم يتأخر المهدي للصلاة فيقدم المهدي، المهدي يصلي بالناس وعيسى ابن مريم ينزل يصلي معهم. بعد ذاك يحكم الأرض عيسى ابن مريم عليه السلام ويطهرها ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويلغي نظام الجزية، فيصير بعد ذاك النظام إما الإسلام أو الموت، بس يبقى ده النظام كده. فالمهدي المنتظر بينزل في زمنه عيسى ابن مريم عليه السلام. طيب مهدينا ده نزل في زمنه عيسى ابن مريم؟ ما نزل، كويس. ودي علامات الساعة الكبرى يا اخواننا، دي ما من العلامات الصغرى. العلامات الكبرى دي لما تبدأ بتبدأ بخروج الشمس او بطلوع الشمس من مغربها، وبتنفرط مع بعض كلها كده، بتجي علامات الساعة كلها ورا بعض تنتهي، خلاص الساعة قامت، كويس. فالجماعه دي لسه بقول لك المهدي ده المهدي المنتظر. واحد قال انا عيسى ابن مريم، ده بجاي في العزبه هنا في العزبه بحري، قال عيسى ابن مريم. مره انا في جامع قاعد، جاء واحد قام قال انا داير اقدم نصيحه. جماعه قال له اتكلم. بعد ما اتكلم شويه كده قال انا بقدم لكم النصيحه دي بالصفه الرسميه. قال بالصفه الرسميه يعني شنو؟ قال انا مرسل من الله، في مرسل في الصحافه دي هنا، والله جامع جنب كنار. قال أنا مرسل من الله، أنا قال نبي الله المهدي المنتظر ذو القرنين كله. يا زول الجماعة قاموا داير يدقوه كده، المهم في النهاية فكوا، ما أعرف مجنون شديد ده، الله عليم والله.
السودان ده يشي فيه، فهمتني؟ قبل فترة أنا لقيت في الجريدة، جريدة قاعدة معي، واحد أظن إنه لقى يشي، قالوا عيسى بن مريم هنا في العزبة، ما حد منتظر به جاي، ما حد داك في جزيرة أبخ، لقى أي حاجة قالوا، قال أنا الدابة، لقى بس الدابة دي، ما في ذول قبل كده قال، والله قاعدة مع الجريدة، قال أنا الدابة، وقال مستعيدة ناظر العلماء، وقال بطالب الحكومة تشكل لي حماية، شكل لك حماية في شنو يعني؟ يسوي لك زريبة ولا شنو يعني؟ دابة يا أخي، وقاعد في البلد دي يعني، وقاعد أي مشكلة، قاعد زي دابة افترض يقطعوا راسه، دابة بتاع شنو يا أخي؟ الدابة دي من علامات الساعة، كويس؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والدابة تسم الناس، تسم بتعلم علامات، تجي تعلم لك الوطن دي كلها، بعدك ما في زول بفر، ما في زول بكذب، يعمل لك فاولي صالح وابونا الشيخ، الدابة دي بتعلمهم مسلم كافر، تجي بس بتدق عليك كده مسلم كافر مسلم، بتتفضح بعدين ابوك الشيخ، تتورط. المهم على اي حال دي من علامات الساعة الكبرى العظمى، ودي بتكون بعدين عند قيام الساعة. طيب سائل بيقول ما هو أفضل الذكر، القرآن الكريم أم اسم الجلالة؟ أفضل الأذكار قراءة القرآن الكريم، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهو خير الكلام، قال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأفضل ذكر قراءة القرآن، لأنه أفضل كلام. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفضل ذكر القرآن. بعدين الأذكار النبوية، يعني مش اسم الجلالة الله، اسم الجلالة ما ذكر، يعني زول يقول الله الله الله، شغل الصوفية ده شغالين الله الله كركو كده، ده ما ذكر، ده عبث عبث، لأنه كلمة الله فقط الاسم المفرد ممكن يكون نداء وممكن يكون بس ذكر الاسم. الآن أنت لما تنادي نداء فقط ده كلام ما عنده معنى، الليلة لما نجي أناديك أنت ولله المثل الأعلى، يعني أنت ده زول اسمك عبد الله، اقول يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، الكلام ده عنده معنى؟ ده ما عنده معنى، لانه انت لما تقول يا عبد الله وريني انت عبد الله ده داير منه شنو، تمام؟ شكل العلماء قالوا الذكر بالاسم المفرد ما عنده معنى، وهو من الاذكار المبتدعه. والصوفيه جابوها من وين؟ جابوها من الايه بتاع سوره الانعام، ربنا قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، آخر الآية، شوف الناس بيلعبوا كيف بلعب بالقرآن، جابوا من آخر الآية ربنا قال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قالوا خلاص ما دام ربنا قال قل الله إذا ده ذكر، تقول الله 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 ده ذكر. ولما ترجع للآية بتلقى إنه المعنى ده غلط كده، ليه؟ لأنه قل الله دي إجابة لسؤال في الآية فوق، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، دي الآية. إذا قل الله دي إجابة على شنو؟ إجابة للسؤال في الآية فوق، ربنا قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله، فما ممكن تجيب لي إجابة بتاع السؤال والسؤال قاعد فوق وتشيل السؤال برا وتجعل الإجابة عليه تجعل هي ذكر وعبادة. سائل بيقول لدينا إمام في المسجد الذي نصلي فيه، قال أي شخص لا يعمل عبادات عبادة الباقيات الصالحات يسمى منافق، ما حكم الدين في هذا الشخص؟ ده جاهل، هذا الرجل جاهل، لأنه الباقيات الصالحات الأذكار اللي بتقال بعد الصلاة هي من السنة، من السنة، والإنسان إذا ما قال هذه الأذكار إذا ترك أصلا ما قالها ما بيعتبر، أول صلاته صحيحة ما بتعتبر باطلة، الصلاة صحيحة وهو لا يأثم ما عليه ذنب،
ما دي سنة ما فعله، ما عليه ذنب، لكن فرط وفوت الأجر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد ما تنتهي من الصلاة، قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، بس ما بيجاي يدخل الجنة بيجاي. فده أجر عظيم الزول بيفوته على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأذكار اللي هي التسبيح 33، التحميد 33، والتكبير 33، قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الذكر قال: تلحقون به من سبقكم، يعني الناس سبقوكم، لأن الفقراء من الصحابة جو اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور الناس عندهم القروش، قال لو فاتوا بالأجر كله، لأنه بيصدقوا وبينفقوا من أموالهم ويبنوا المساجد ويجاهدوا في سبيل الله بماله، فاتونا قال له بالقروش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقتم به من سبقكم، تلحقوا الفاتوكم، ولم يسبقكم إلا أحد قال مثل ما قلتم. طيب قالوا له ده شنو؟ قال لهم: تسبحوا 33، تحمدوا 33، تكبروا 33 بعد كل صلاة، تلحقوا الفاتوكم. فقاموا الفقراء المهاجرين عملوا بالذكر ده، أهل الدثور أهل الأموال سمعوا بالذكر ده عملوا زيه. جو تاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك عملوا زينا تاني، قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طاري حيعمل لهم شنو يعني؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا اخواننا الذكر ده سنة، اللي ما بيعملوا قول زول ما عملوا، يأسم ما بيأسم. عشان كده الإمام ده جاهل، اللي بيقول لهم اللي ما عمل الباغيات الصالحات ده منافق، لا ما منافق أبدا، لكن فرط وفوت على نفسه أجر عظيم جدا. أنت بتعمله في دقائق، عشان كده الشيطان بيشغلك. تعرف أول ما انتهيت من الصلاة الشيطان بيقول لك: قوم يا حفيد الرجيك بجاية، راح سريعا، ما في زمن أمره، دار يفوت عليك الأجر ده. لأنه لو حافظت على آية الكرسي والتسبيح بعد الصلاة ده فيه أجر كبير جدا. قال: ما الفرق بينكم وبين داعش؟ الفرق بيناتنا إحنا بنجي نعلم الناس، ونحن سلفيون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وبنجي نعلمك التوحيد، ده التوحيد تعمل به، شرك ما تعمل به، دي صوفية تبعد منها، ده الدجالين. إحنا بنجي نعلمك وبنرشدك وبنوجهك بالأدلة من الكتاب والسنة. ناس داعي بيجوا بيعلموك حداك، لقاك واحد داعي قال لك هذا حلال وهذا كده، ده شايل له سيف وبلين فيك بيقطع راسك، ده موضوعهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام، متخصصين في قتل المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني داعش دي ما حاربت أمريكا ولا حاربت روسيا ولا إيران ولا الشيعة ولا كله، بس شغالة بتكتل في المسلمين. فأفكار داعش موجودة عند الناس هنا، أنت ما تخيلها بعيدة، موجودة في معهد بجاي يقول لك الإمام مسلم، الشيخ بتاعه مدثر أحمد إسماعيل، أفكارهم أفكار داعش ذاتها. إذا زول مشى لهم بيملوا بنفس الأفكار دي، فهمت كلامي؟ هناك في جبرة برضو نفس الأفكار دي موجودة عند ناس عبد الحي يوسف والجماعة معهم، نفس الأفكار. وإن كان هم ما بيقولوا لك نحن داعش، يعني الواحد لما تسأله تقول: يا شيخ أنتوا داعش؟ يقول لك: أعوذ بالله، نحن ما داعش. أها أنتوا شنو؟ يقول لك نحن ناس مسلمين وناس كويسين وكده. أيوه، فكركم جبتوه من وين؟ تلقى أفكارهم جابوها من راجل واحد اسمه سيد قطب. داعش بتجيب من سيد قطب، ديل بيجيبوا من سيد قطب. الآن واحد كلمني قبل أيام قال: ناس عبد الحي يوسف جايبين طبعات كثيرة جدا من كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، بيوزعوا فيها للمسلمين. ظلال القرآن ده اطلعت منه داعش، طلعوا منه ناس أسامة بن لادن، طلعوا منه ناس أيمن الظواهري، وطلعت منه كل الفرق التكفيرية، ناس الخليفي وعباس المين الباقر ومنه في السودان الكتل والنازل، طلعوا من الفكر ده ذاته. إذن الفرق النازل هم كلهم واحد، لكن من كل داعش، لأن داعش بقت شينة وقبيحة في العالم،
ده بس اللي بيعملوهم تمام. فالفرق بينه وبين داعش انه نحن ناس سلفيين وداعش خوارج. داعش خوارج، داعش اخوان مسلمين، دي الحقيقه اللي ناس كتار ما بيقولوا لك. داعش اخوان مسلمين، والاخوان المسلمين لو وجدوا فرصه يعملوا زي داعش بالحته، فهمت؟ واعترف بهذا الكلام القرضاوي، عنده كتاب اسمه اولويات الحركه الاسلاميه، الصفحه 112 اعترف القرضاوي انه هذه الافكار التكفيريه طلعت من كتب سيد قطب. فهمت كلامي؟ عشان كده تعرف داعش مارق من الجماعه دي ذاته. سائل بيقول يا شيخ متعك الله بالصحه والعافيه جزاك الله خير، هل هذا العمل على هذا العمل، وقال اتابع الحديث عن الشخصيات، قال لو تكرمت تكلم لنا عن التبرج الموجود في الطرقات وشكرا. التبرج الموجود في الطرقات يا اخواننا من المحرمات، ودي مسؤوليتنا نحن، انت كأب اول امر ولا اخ لفتاه، دي مسؤوليه بالنسبه لك. وربنا سبحانه وتعالى يقول فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. في النهايه الفتاه اللابسه في الشارع لبس زيده، لبس ضيق، لبس معطر، لبس عاري غير محتشم، كل شايفينه انتم ده. في النهايه هذه الفتاه لها ولي امر، وولي الامر مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. انت دي زوجتك ولا اختك، انت مسؤول امام الله، وانت في النهايه بيدك الامر. لو البنت دي ما لبست الحجاب الشرعي تقعد في البيت، ما تطلع. ليه؟ لانه ربنا قال وقرنا في بيوتكن. طيب لو طلعت، قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. اذا طلعت ما تتبرج، وتبرج الجاهليه الاولى المذكور في الايه كان نساء الجاهليه الواحده بتطلع اللي هو نحره الفتحه بتاعت القميص الفوق دي هنا بس بتكشفها دي، ده ربنا سماه تبرج الجاهليه الاولى. طيب حقنا ده يكون شنو؟ كرعين برا وحاجات ثانيه الناس عارفه، ده طيب حيكون شنو؟ مسؤوليه امام الله. واي امراه لابسه لبس زي ده بس تتامل حديث واحد، رب النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء، قال صنفان من اهل النار لما راهما، ذكر الرجال جل النسوان، قال ونساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني شو؟ يعني لابسات هدوم. عاريات يعني شو؟ يعني الهدوم دي بتسترن. كاسيات عاريات مائلات، مائلات يعني منحرفات، هم منحرفات عن الحق، مميلات بجرا معين الرجال. لانه لو جات واحده فتاه متبرجه ماشيه في الشارع بتجهجها الشارع كله. قال مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت، زي السنام بتاع البعير بتقلب في المشي لانها بتتمايل وكده وبتجمل في نفسها. قال رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه، ودي المشكله هنا، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، ريحة الجنة ما يشم النار. وده يا اخواننا وعيد عظيم جدا، المرأة ما تخش الجنة، ودي مسؤوليتك انت، بنتك لبسها ما لبست جوا البيت ما تمرق، انت بتقدر تقعدها جوا البيت؟ ما لبست، والله مسؤولية امام الله. انا الان لو بنتي رفضت تلبس الحجاب بطبولها جوا البيت ما بتطلع، والله لو جات الدنيا كلها ما خلاها تطلع، يا تلبس الحجاب يا تقعد جوا البيت، ده الحكم الشرعي كده. زمان نساء الصحابة ما عندهم غلاط زي اللي بيعملوه نسواننا ديل، تغلطك غلاط وانا وفي عالم افتى عالم بتاع شنو؟ صحابه صحابيات نزلت عليهم الايه وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار ده فوق، قال لا الخمار من فوق ده نزليه على الجيوب بيمر بالوجه، خلاص نزل على الجيب فتحه القميص، بخمورهن على جيوبهن خلاص. طلع النساء الانصار السيده عائشه قالت عليهن اكسيه سود يلبسنها كانهن الغربان، زي الغراب اسود كله جمع رقات. قالت لا يعرفون احد نسوان، بس نزلت الايه بالليل طوال الفجر
جن كأنهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها. انتهى الموضوع على كده، ما في نقاش. لكنه طبعا الموضوع موضوع عقيدة، أنا بكلمك موضوع عقيدة. الواحد اللي عنده عقيدة كويسة بتلقاه براه بتلبس الحجاب، العقيدة ما تبقى تعبانة الشغل كله بكون ملخبط، حجاب ما في، لولوة، تتونس مع الأولاد بالواتساب، وريتك ونسة ساي ونسة ومعها حاجات تانية، والله المستعان. على أي حال دي مسؤوليتكم، وانتوا اللي بتوعوا وانتوا اللي بتلبسوا وتشتروا الهدوم تجيبوها لين البسنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله مع نبينا محمد. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.